سمعنا ان فضيلتك اجازت الذهاب الى السينما في نهار رمضان. دلوة ايه دي؟ ازاي يعني اجازت الذهاب الى السينما في نهار رمضان؟ وهو في سينما في النهار اصلا؟ في ماتينيه، في سواريه وفي ماتينيه، يعني الصبح بالليل ما هو شغالين 24 ساعة. سمعت فين يا ابني بتاع؟ ابدا. هو واحد بيقول لي، وده اتنشر في جريدة الاهرام، السؤال بيقول انا شفت افلام الصبح خليع، صيامي باطل ولا مش باطل؟ يبقى بيسأل على ايه؟ على الرؤية، رؤية الافلام الخليعة، ولا على ابطال الصيام؟ فقلت له صيامك مش باطل. لازم يا ولاد مخكوا يفرق ما بين الاثنين. لو قال لي ما حكم رؤية الافلام الخليعة؟ وما اقول له حرام. لو قال لي وانا صايم ارتكبت الحرمة دي يقتل صيامي؟ الاجابة لا. يبقى اذا مش معنى ان الصيام ما يبطلش ان احنا نفعل الحرام. والتاني بيقول لي انا اغتبت اخي وانا صائم، هل يبطل صيامي؟ لا، مش من المفترات. قال لي طب انا مش ارتكبت حرام؟ اي ارتكبت حرام، الغيبة حرام والنميمة حرام، لكنها مش من المفترات. طب وده يكون عقل ايه؟ عقل واضح، لان الاحكام الشرعية واضحة. هو بقى عايزني اقول كده، اعوذ بالله، رأيت شيئا خليعا والعياذ بالله، حسبنا الله الاول، لازم العبارات دي، ونعم الوكيل، رأيت شيئا خليعا وانت صائم يا فاسق، والا طب انا مشترك معاه في الاسم. يا اخي ما اتعودتش انا على كده، ما مش عقليتي ما تعرفش تعمل كده. عقليتي الراحمون يرحمهم الرحمن تعالى، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. عقليتي ان النصيحة مرة فلا تزدها مرارة. النصيحة مرة ما تزيدهاش انت بقى. انا بحاول اقول لا ما يصحش ده، بس صيامك صحيح. ها؟ وبعدين تزيد واحدة واحدة كده، ما اعرفش اعمل غير كده. انت تعرف انت حر، اتمطط كده زي الفيلة في النار، بس ما تكلمش انا، اتمطط زي الفيلة في النار.